مازال ما فرجتش عليا فين ان شاء الله سلامتك. كما تعيشون معنا اليوم اجواء الفرحه على محي المواطنين المستفيدين من عملية الترحيل. سيتم ترحيل 3 أحياء كاملة من بلدية رغاية، هي حي واتجاكان، حي بلقراري، وحي زحلوقة، بمجموع عدد عائلات محصاة يفوق 615 عائلة، وسيستفيد من بينها أكثر من 540 عائلة. الباقي حالات أخرى من بينها ما أظهرته البطاقة الوطنية للسكن من ازدواجية الاستفادة في أحياء أخرى، أما الباقي من الحالات المحصاة فهي معروفة وتتمثل في بيوت تم إحصاؤها ولكن غير مأهولة بالسكان. سيتم بإذن الله فجر يوم الأربعاء ترحيل هذه العائلات ونقلها من أشرطة البؤس وأحزمة البؤس إلى حي 1200 سكن اجتماعي إيجاري ببراقي، وهي أحياء جديدة تتوفر على كافة الظروف العشق الكريم. 50 سنة وانا هنايا، واليوم الحمد لله، كثر خيرك يا رب العالمين. يعني فرحة ما نقدرش نقول لك على التعبير تاعها. والله حاجة يعني ما نش عارفة. بكينا، ضحكنا، زغرتنا، درنا كلش. إن شاء الله ربي يحفظ لنا رئيسنا بوتفليقة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقه ويشفيه. وإن شاء الله ربي يفرح كل مؤمن.